نقطة قبل ما اروح استقبل ضيوفنا عايز اعلق عليها. الحملة المعمولة على الحكام من بدري تعودنا عليها من زمان، يعني بصوا من ايامنا ويمكن من ايام اللي قبلينا كمان. الضغط اللي بدري قوي على الحكام عشان تحقيق مكاسب انا ما استحقهاش. اللي بيضغط يعني زي موضوع الاحتواء كده اللي احنا سمعنا عنه من سنة ولا من سنتين. ماشي، نتكلم بأريحية شوية. البعض قال لك المباراة اللي فاتت للمنافس المباراة لازم تتعاد. ماشي، خلينا معاكم واحدة واحدة بس. ليه تتعاد؟ الفرقة الفريق المنافس كان ليه ضربة جزاء صحيحة 100%. ماشي، معنا على فكرة احنا شفنا كابتن أمين عمر وهو بيناقش حكم الفيديو وقال له مش مقتنع. ما هي احيانا عشان بس احنا لو احنا بنتكلم كورة، ركلات الترجيح بنسبة كبيرة جدا او سوري ركلات الجزاء بنسبة كبيرة جدا بتبقى تقديرية للحكم، بتبقى تقديرية للحكم، والا كان كل واحد مثل ورمى نفسه جوه ال 18 تتحسب له بينالتي. ما احنا عارفين بتحصل وحصلت وناس اعترفت وناس طلعت وقالت، مش هنتكلم في الموضوع ده، بس هو لازم يحسب لحضرتك او لنادي حضرتك ركله جزاء بغض النظر عن صحتها من عدمه. ممكن تكون ركله جزاء صحيحه، ممكن ما تكونش ركله جزاء، هو الحكم شايف كده. الحكم من وجهه نظره ان دي مش ركله جزاء، وجهه نظر الحكم تقديريه ليه، هو مش مقتنع انها ركله جزاء. بس السكاكين بقى، لا ده السكاكين والمنظومه فاسده والحكم لا مش مع نادي، اصل الحكم اهلاوي والحكم في ثواني اتعمل سيناريو. ولا هو لازم تتحسب، لازم تتحسب. ماشي، حتى لو الحكم اخطا، بقول حتى لو الحكم اخطا، لا هجيب لك حاجات تانية من الماتش برضو، ولا حضرتك واخد على ان تتحسب لك كل حاجه عمال على بطال زي اللي جان السابقه في السنتين ثلاثه اللي فاتوا؟ ده احنا لو جينا اتكلمنا لا ده يبقى نص ماتشات النادي الاهلي تتعاد بقى. اول سنتين نص ماتشات النادي الاهلي تتعاد، اهداف ما بتتحسبش، ركلات جزاء ما بتتحسبش. لما تعال نشوف المواسم السابقه كده ونشوف الرقم القياسي في ركلات الجزاء لمين عمال على بطال. في منهم حقيقي، في منهم صحيح، وفي منهم مش صحيح. انت المفروض لو انت بتتكلم عن حق اطلب العدالة بس، اطلب العدالة بس، يعني بلاش غيرك يتظلم عشان حضرتك تحقق مكاسب. وبعدين حضرتك بتتكلم اللي بيتكلموا، يعني شفت اللعبة دي؟ ماشي، انت بتقول ان الحكم اخطأ فيها، معاك، ماشي معاك، ولو انها عملية تقديرية للحكم. طب ما شفتش في نفس المباراة لعيب من فرقتك داخل باستاذ الجزمة في رجل الخصم يستحق الطرد بإجماع كل خبراء التحكيم، كل خبراء التحكيم؟ كان ممكن يبطل اللعيب ده، كان ممكن لعيب المقاولين يعتزل في اللعبة دي. كارت أحمر ملوش حل. مش هتقدر بقى تقول لا اصل رجله فوق ورجله تحت والتاني مش عارف حاطط، لا ده كارت احمر رسمي. محدش جاب سيرته، محدش جاب سيرته. حاتم سكر رايح لرجل لعيب المقاولين، رجله في انكر رجله، مش متعمد، لا ده كارت احمر مع ايه بقى، يعني ممكن يتعمل محضر في الاسم. طيب الماتش اللي قبله، ماتش اللي قبله بإجماع خبراء التحكيم عليك ضربة جزاء 100% 100%، والحكم ما حسبهاش. ده احنا ما سمعناش حد كمان من فريق الخصم اللي انت كنت بتلعبه ان هو اتكلم، ما حدش اتكلم. طب انت بتتكلم دلوقتي، انت بتتكلم مش تقول الحقيقة كلها، ولا انت بتتكلم وبتشوف بنص عين بس؟
الجماعه اللي بيتكلموا، بيبص بنص عين بس على هواه على مزاجه. لا اهدى يا حبيبي شويه كده، وبلاش ضغط على الحكام من اولها. الاحتواء مش هنسمح بيه تاني، مش هنسمح بيه تاني، واي حاجه هنقف فيها. دلوقتي العداله هي المفروض، المفروض هي المعيار. انا عايز اطور. احنا النادي الاهلي بعت رساله قبل بدايه الموسم علشان تطوير المنظومه، منهم التحكيم. مش عايزين مجاملات لحد، مش عايزين مجاملات لأندية على حساب أندية، مش عايزين. أتمنى إن لجنة الحكام تستمر في تطبيق العدالة، محدش يتأثر بالضغوط، ادي كل فرق حقها. احنا عايزين نطور، اللي حوالينا بيطوروا، اللي حوالينا بيتطوروا، واحنا محلك سر. لا احنا مصر اللي علمنا، مصر اللي علمنا، مصر اللي بدأنا كل حاجة، وهنكمل ان شاء الله هنكمل. لازم نطور من نفسنا، لازم المنظومة تتطور. والتحكيم أهم جزء في المنظومة، أهم جزء في المنظومة. يمكن الاستوديو اللي فات أنا اتكلمت على عنصر الجماهير، مفتقدين الجماهير في الملعب. الجماهير جزء مهم جدا 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 في منظومة الرياضة، الرياضة بصفة عامة، فما بالك بالكرة. احنا عايزين اللي حوالينا بيطوروا، ده احنا أسياد اللعبة، احنا اسياد اللعبه، احنا اللي علمنا، احنا اللي كنا بنطور وبياخدوا مننا، احنا اللي كنا بنبعت ناس تطور هناك عندهم وياخدوا مننا ونعلمهم ونطلعهم لفوق. دلوقتي احنا عايزين نطور، عايزين نرجع زي ما كنا احنا زمان. عايزين نطور كل حاجه في المنظومه بصراحه. عايزين ناس تيجي على الكراسي، على الكراسي تاني، على الكراسي، ما تستفدش من الكراسي، ما تستفدش من المنصب، لا تفيد. هتقول لي كده، طب تعالى انت عمال تتكلم بالك سنه واثنين وثلاثه، طب ما تقول لي مين جه الفتره اللي فاتت او الفترات اللي فاتت، زي مين مثلا كان جه و هقول ايه؟ هو ما كانش في باله الكرسي، لا الكرسي ده عمل تطوعي، هو كان في باله ان يخدم بلده. انت هنا بيتكلم على، خلينا نسيبك من الالعاب الجماعيه، خلينا نتكلم او الالعاب الفرديه حتى، خلينا نتكلم على منظومه الكوره. اتحاد كوره ورابطه، اتحاد كوره ورابطه هما المسؤولين عن تطوير اللعبه في مصر. التطوير بقى ده يجي تحتيه 50 نقطه، 100 نقطه. ابدا قول 1 2 3 المعوقات، 1 2 3 لازم اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا جاي عشان كده، مش جاي عشان اتصور واجي علشان مش عارف اسافر مع مين واظهر مع النادي الاهلي لما يروح ياخد بطوله، او انا طالع مع النادي الاهلي وهو بياخد البطوله واتصور واجيب صور. لا لا، انت مش جاي عشان كده، انت جاي للمصلحه العامه، لخدمه بلدك. انت اتحطيت في المكان ده عشان تخدم البلد، انت بتخدم مصر مش بتخدم نادي معين. لازم نطور من نفسنا يا جماعه. انت مفيش حد بيجي في العالم كله المفروض يعني بتيجي على الكرسي، تقعد على الكرسي وتقعد الاربع سنين بتاعك وتطلع زي الكرسي اللي انت كنت قاعد عليه، مفيش كده. وعلى فكره لازم المحاسبه، لازم احنا انا مش عارف ازاي هنا ناس تيجي اربع سنين تقول لك انا هعمل كذا، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، تعدي الاربع سنين تلاقي لا في واحد اتعمل ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا حاجه خالص اتعملت خالص، وتمشي يمشي الموضوع ويبقى مفيش حساب خالص. لازم يكون في ثواب وفي عقاب، اللي ما يشتغلش يتحاسب، اللي ما يا اما هنفضل طول عمرنا كده محلك سر، اللي حوالينا سبقونا واحنا محلك سر. لا لازم يبقى في تطوير. نادي الاهلي اتكلم في بدايه الموسم وبعت، على فكره بعت جواب واحد اتنين تلاتة عشان تطوروا المنظومة، جماهير وحكام وكل حاجة، كل حاجة. يعني نادي الاهلي بعت لهم روشتة، انتوا اشتغلوا عشان خاطر بلدنا، اشتغلوا عشان خاطر مصر، اشتغلوا عشان انت جاي في عمل تطوعي هدفه خدمة بلدك، هدفه خدمة بلدك مش خدمة نفسك.